أثر التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الحرب الدائرة حسب ما ورد في فقرات التقرير الكثير من ردود الفعل على مستوى الحكومة الشرعية في بيان لوزارة حقوق الإنسان بأن الوزارة تدرس الرد على التقرير، حيث اتهم التقرير كل من التحالف العربي وقوات الحكومة الشرعية بانتهاكات لحقوق الإنسان، كما أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بيانا رد فيه على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في اليمن. وقال التحالف إن التقرير احتوى على العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، مبينا أن التقرير شمل على مغالطات منهجية في توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية. كما أثارت الكثير من مفردات التقرير لغطا حول المسميات والمصطلحات ومدلولاتها التي تعكس تحيزا غير مباشر للميليشيا الانقلابية. وقال بيان التحالف العربي إن تلك الادعاءات استندت على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام التابعة والموالية للميليشيا الحوثية الانقلابية، مشيرا إلى أن المغالطات التي وقع فيها التقرير يثبت عدم حياديته وأن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني شامل وبشكل مفصل يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وشدد التحالف العربي على أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان قد وقع في العديد من المغالطات المنهجية في توصيفه لوقائع النزاع الدائر بالبلاد. وقال البيان إن انقلاب ميليشيات الحوثي الموالية لطهران ورفضها الجهود السلمية بقيادة الأمم المتحدة من أبرز أسباب استمرار الصراع.